يعني أنا الآن أتواجد في مخيم النصيرات وبالتحديد في شمال غرب مخيم النصيرات. زلزال حصل في هذا المنزل أغارت طائرات الاحتلال في ساعات متأخرة من هذا الليل على هذا المنزل وتم تدمير هذا المنزل بشكل كامل وتضرر عدد كبير من المنازل. هذا هو المشهد وهذه هي الصورة تتحدث عن ما لحق بهذا المنزل وما لحق بالمنازل المجاورة أثناء الاستهداف من قبل الطائرات الحربية. تم استهداف المنزل بشكل مباغت وكأن زلزال حصل في هذا المكان. تم انتشال عدد من الشهداء وتم انتشال عدد من المصابين في هذا المكان، بالإضافة إلى تضرر عدد كبير جدا من منازل المواطنين في هذا المكان. هذه هي الصورة أمامكم وهذا هو الحدث. زلزال أصاب هذه المنطقة، قصف إسرائيلي على أحد منازل المواطنين في مخيم النصيرات وبالتحديد شمال غرب مخيم النصيرات. ما زال المواطنين